بسم الله الرحمن الرحيم. علم الآثار هو العلم الذي يختص بدراسة البقايا والمخلفات التي تركها الإنسان، سواء كانت أدوات مثل الأدوات الحجرية أو الثقافات التي كتبها على واجهات الصخور والتي كانت تعبر عن النشاطات التي كان يمارسها في الحياة اليومية. وتبدأ دراسة الآثار أو علم الآثار بدراسة الموقع الأساسي نفسه، والموقع قد يكون منشآت حجرية، وقد يكون أيضا كتابات على واجهات الصخور، وقد يكون أيضا تراث أو آثار مغمورة تحت سطح البحر. وبدأت الآثار في المملكة العربية السعودية تقريبا منذ منتصف الستينات الميلادية للقرن الماضي، وحظيت باهتمام كبير جدا وبدعم وتشجيع من المملكة العربية السعودية بانطلاق هذا العلم الذي يختص بدراسة هذه الحضارات القديمة، كون المملكة العربية السعودية بموقعها الجغرافي كانت نقطة اتصال بين الحضارات المجاورة، سواء كانت حضارة بلاد الرافدين أو بلاد النيل أو بلاد الشام أو حضارات جنوب الجزيرة العربية. تتعدد المواقع الأثرية في المملكة العربية السعودية باختلاف مناطقها وكذلك اختلاف فتراتها التاريخية. هناك عدد من المواقع الأثرية التي تعود إلى عصور مغلة في القدم، تعود تقريبا إلى أكثر من مليون سنة، وهناك مواقع تعود إلى فترات تاريخية، وهناك مواقع تعود إلى فترات العصور الإسلامية حتى العصور المتأخرة. من أبرز المواقع الأثرية الموجودة في المملكة العربية السعودية موقع الفاو، والذي يقع في أطراف الربع الخالي، وكان هذا الموقع في الحقيقة مدينة تجارية تقع على طريق التجارة الذي يمتد من جنوب الجزيرة العربية باتجاه وسطها ثم شمالها وشرقها. لعبت مدينة الفاو دور كبير جدا في عملية تنظيم التجارة، ما زالت آثارها موجودة حتى اليوم، المباني السكنية، المباني الدينية، وكذلك عدد كبير جدا من القطع الأثرية المصنعة من الفخار والزجاج والمعادن. من المواقع الأثرية الأخرى المهمة في المملكة العربية السعودية دومة الجندل، والتي تعتبر أيضا مركز تجاري في شمال المملكة العربية السعودية، لعب دور كبير جدا في عملية التبادل الحضاري بين بلاد الرافدين وبين بلاد الشام وكذلك بلاد النيل. ما زالت آثار هذا الموقع واضحة حتى اليوم، بإمكان الزائر مشاهدتها وبإمكانه أيضا التعرف على أبرز الحضارات التي قامت في هذا الموقع. هناك مواقع أخرى أيضا منتشرة في أجزاء من المملكة العربية السعودية، ومنها طبعا في العلا، حيث تحظى العلا باهتمام كبير جدا من قبل المملكة العربية السعودية وكذلك من الباحثين في دراستها والتعرف على أبرز الحضارات التي قامت فيها. فمن أهم المواقع الأثرية الموجودة في العلا موقع دادان الأثري، وكذلك موقع المابيات، بالإضافة إلى موقع الحجر الذي يعبر عن فترة حضارية عاشت في هذه المنطقة. هناك أيضا موقع الأخدود في منطقة نجران، وتعتبر منطقة نجران القديمة هي بوابة العبور للقوافل التجارية التي كانت تتحرك من جنوب الجزيرة العربية باتجاه وسطها وشمالها وشرقها. فالحقيقة أن هناك عدد كبير جدا من المواقع الأثرية، يصل عددها اليوم المسجل منها إلى أكثر من 8800 موقع في مختلف مناطق المملكة، وما زالت الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية ومن هيئة التراث تعمل على استكمال تسجيل هذه المواقع في مختلف مناطق المملكة. من أبرز المواقع الأثرية الأخرى المسجلة في المملكة العربية السعودية مواقع التراث الثقافي المغمور بالمياه، وهي عبارة عن بقايا حطام سفن كانت تمر بالبحر الأحمر أو الخليج العربي، تنقل عدد من البضائع التجارية من مختلف دول العالم أو من مختلف الحضارات القديمة باتجاه المواقع أخرى، وكانت تمر هذه السفن المحملة بالبضائع عبر عدد من الموانئ في على ساحل البحر الأحمر وعلى ساحل الخليج العربي. وقد تعرضت بعض هذه السفن إلى بعض الخلل الفني وسقطت في قاع البحر، وتقوم الهيئة اليوم عبر مجموعة من المختصين في سبر هذه المواقع بالتعرف على أبرز المكونات التراثية المغمورة بالمياه لهذه المواقع. التراث العمراني يشكل جزء مهم من ذاكرة الوطنية للسعوديين والسعوديات في كافة مناطق المملكة، كون أحد أهم الشواهد المكانية اللي وثقت رحلة المملكة في تنمية الإنسان السعودي. اليوم التراث العمراني كقطاع من قطاعات هيئة التراث يمر بحالة من الاحتفاء من خلال إدارته وتنميته والتطوير المستدام لكل مكونات الثقافية من أجل المساهمة في بناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح. إذا حكينا عن عبارة أو مصطلح تراث ثقافي غير المادي، فإننا نقصد فيه كافة أشكال التعبير والممارسات والمعارف والمهارات اللي يعتبرها المجتمع جزء من هويته ويتناقلها عبر الأجيال.
منظمة اليونسكو أقرت في عام 2003 اتفاقية لصون التراث الثقافي غير المادي، وصادقت المملكة على الاتفاقية في عام 2008. هذه الاتفاقية تسعى إلى عدة أهداف: تسعى إلى صون التراث الثقافي، تسعى إلى احترام هذا التراث واحترام نشره سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد العالمي، وتسعى أكيد إلى التوعية بأهمية هذا التراث ونشر الاحترام المتبادل بين الثقافات بما يتعلق بالتراث الثقافي غير المادي. طيب، إذا حكينا عن مجالات الخمسة للتراث غير المادي بحسب تصنيف منظمة اليونسكو، بنقول إن واحد من هالمجالات هو مجال فنون أداء العروض، مثل العرضة السامري أو غيرها من الفنون الأدائية. المجال الثاني هو مجال الحرف، ونقصد فيها كل ما يتم ممارسته حرفيا مثل حياكة السدو أو غيرها من هالممارسات الحرفية. المجال الثالث هو المجال المتعلق بالطبيعة والكون، ونقصد فيه كل ما يتعلق بمجال مثلا الزراعة، خراف النخل، رعي الأغنام وغيرها. المجال الرابع هو مجال الممارسات والطقوس الاجتماعية، ونقصد فيه الأعياد، الزواجات وما يرتبط فيها من طقوس اجتماعية. والمجال الأخير هو مجال التقاليد والتعابير الشفهية، ونقصد فيها مثلا طريقة المباركة بالأعياد، طريقة السلام، طريقة الترحيب وغيرها من هالتعابير الشفهية. بالنسبة لنا في إدارة التراث الثقافي غير المادي، أكيد عندنا استراتيجية تنبثق من الاستراتيجية الوطنية للثقافة، وتنبثق من أهداف الاستراتيجية للوزارة اللي هي الثقافة كنمط حياة، الثقافة من أجل تعزيز النمو الاقتصادي، والثقافة من أجل تعزيز مكانة المملكة دوليا. الآن الأنشطة اللي تتعلق بإدارة العامة للتراث الثقافي غير المادي هي ثلاث أنشطة: الحماية والصون، والترويج والتعزيز، والتعريف والتوثيق لعناصر التراث الثقافي غير المادي. لو بنشرح أو بنفسر إيش نعني بكل النشاط من هالأنشطة، أنشطة التعريف والتوثيق تعني التحديد والإحصاء لعناصر التراث غير المادي على المستوى الوطني بالكامل. بالنسبة للترويج والإشراك نعني فيها ضمان إشراك المجتمعات المحلية في صون تراث الثقافي غير المادي، في تعريفه وفي توثيقه وفي نشره. وأكيد بالنسبة للحماية والصون تعني أننا نعمل على إيجاد جميع ما يشكل أطر لحماية هذا التراث وضمان نقله للأجيال القادمة.